السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة رفع الصوت في هاتفك iOS إلى أقصى مستوى، حيث أيضا سأشاركك تجربتي اليوم وأنا أقود السيارة وحاولت تشغيل الأغاني في الراديو عبر كيبل AUX من خلال هاتف الآيفون، وكان الصوت يعني ضعيف للغاية. السبب هو خاصية في هاتفك iOS أو في الإعدادات لا يعرفها أغلب مستخدمي هواتف الآيفون والآيباد والآيبود. طبعا في البداية تقوم بالدخول إلى الإعدادات، بعد ذلك ستنزل إلى الأسفل وتدخل إلى الموسيقى. بعد الدخول إلى الموسيقى ستنزل للأسفل وتختار هذا الخيار Volume Limit، حيث هذا الخيار يعني يتحكم في كل الأصوات من خلال كل التطبيقات عندما تكون موصل أي شيء، سماعات، كيبل AUX، أي شيء، يعني حتى سبيكر خارجي أو سبيكر يعني قوي ستتحكم في هذه الخاصية. تقوم بالضغط عليها، بعد ذلك استجد هذا المؤشر. هنا عندما قمت بالدخول إلى الإعدادات وجدت أن يعني المؤشر هنا في المنتصف، فبعد رفعه تماما إلى النهاية يعني الصوت أصبح قوي للغاية وأصبح يعني رائع، يعني ليس مثل السابق. فمن خلال هذا الخيار تمكنت من رفع مستوى الصوت إلى أقصى حد ممكن. أريد أن أنوه أيضا عندما تكون يعني هذا المؤشر بالمنتصف وتقوم أيضا برفع الصوت إلى النهاية، يعني الصوت العادي من خلال الأزرار الموجودة في هاتفك الآيفون سيبقى مثل ما هو، يعني ضعيف. أيضا إذا حاولت يعني رفع الصوت من خلال الراديو، من خلال أي شيء آخر قمت بتوصيله، سيبقى مثل ما هو حتى تقوم برفع هذا المؤشر إلى النهاية. أتمنى أن تكون هذه الحلقة البسيطة والسريعة قد أعجبتكم، ربما كنت تعرفها وربما كنت لا تعرفها، فهذه الخاصية مهمة للغاية. لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب، أيضا لايك، وشاركنا بتجربتك وتعليق في حال كنت تعرف هذه الميزة أو لا تعرفها. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.